قبيل منتصف الليل كانت بلدة كفردان شمال غرب جنين على موعد مع اقتحام إسرائيلي كبير وهدم لثلاثة منازل تعود لمنفذي عملية قتل فيها ضابط إسرائيلي. اشتباكات عنيفة سمعت في المكان وإلقاء لعبوات ناسفة. وقبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة خلف وراءه قتيلين ونحو عشرة مصابين، جراح بعضهم وصفت بالخطيرة. هذه رسالة لكل من عمل أو يفكر في عمل تخريبي بأن يد الجيش الإسرائيلي ستصل إلى كل مكان وستتعامل بالشكل المناسب مع الأعمال التخريبية. غضب فلسطيني يتجدد مع كل فاتورة دم باهظة ودعوات ميدانية للرد وأخرى سياسية بضرورة الوحدة والطلب من العالم وقف التصعيد الإسرائيلي. الذي يجري أمر خطير، هناك تصعيد على صعيد قمع الشعب الفلسطيني، تصعيد في عمليات الاستيطان، تصعيد في محاولات تصفية القضية الفلسطينية وفرض الضم والتهويد. بالتالي يجب أن يكون هناك الآن توحد فلسطيني ووحدة وطنية فلسطينية راسخة في مواجهة هذا الخطر الفاشي القادم. خلال العام المنصرم قتل الجيش الإسرائيلي 224 فلسطينيا وجرح المئات، أرقام غير مسبوقة منذ 16 عاما. تتوالى موجات التصعيد في شمالي الضفة الغربية، حساب مفتوح مع جنين ونابلس يقول الجيش الإسرائيلي، فيرد الفلسطينيون إن الاحتلال هو الحساب الذي يجب أن يغلق. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، رام الله.